جامد جدا. بقول لك ايه دول مغفلين جدا. كمان صابونا شوك ال الاجباري. بعد كده هشوفكم بقى احافظ على الصراصير والدبان والحاجات دي. يا بعليك. الحاجات دي ما تترميش. انا هجيب معايا المصري. بقول لكم ايه؟ احنا لازم نعمل مشروع. مشروع يا فهمي واحنا بنفهم في حاجه هنا. ما بنفهمش غير في التمثيل، حتى ده ما بنفهمش فيه قوي. يا ابني احنا بنفهم في كل حاجه. انا رايي نجيب هدوم من مصر ونعمل هنا اوبن بوفيه. اسمه اوبن داي. اوبن داي. ها. طب ما ايه رايكم نفتح صيدليه؟ صيدليه دي لازم تبقى دكتور وصيدلي وحوار. بيبيع الادويه ده دكتور؟ لا. لا؟ مش دكتور؟ دكتور؟ تفتح كوافير؟ هيقلي لازم تبقى حلاق. طب ايه؟ تيجي نفتح سوبر ماركت؟ كبير قوي سوبر ماركت علينا. بس ده ما فيهوش اي فن بقى. هنبيع نعمل شويتين بتوعنا ونبيع. ميني ماركت، نبتدي بميني ماركت ولو ربنا في كرمنا يبقى سوبر، لما يكبر بقى يبقى سوبر ان شاء الله. بس ان شاء الله باذن الله. ماشي. المكان عندي. فين؟ اهو يا ابن اللعيبه.